هذه المقدمة نريد أن نبين من خلالها قضية مهمة. القضية المهمة هي أننا الآن في هذا الزمن نجد مشاكل كثيرة. هذه المشاكل الكثيرة البعض يعتقد أن هناك تفاوتا، يعني في خطورة بعض المشاكل، هذه المشكلة أكبر من هذه المشكلة وما شابه. البعض قد يعتقد بتساوي بعض المشاكل، البعض يعتقد يعني بالتباين بينهم، يعني بمعنى أن هذا أخضر أو هذا أخطر وهكذا، تارة الأخطر عند شخص يكون أقل خطورة وهكذا، فيكون الأخطر عند زيد غير الأخطر عند عام وهكذا. وهذا الأمر يستدعي بيان أنه الآن ما هي الأشياء التي يتعرض لها المذهب الشيعي، ما هي الأخطار المحدقة بالمذهب الشيعي، ما هي تلك الأخطار المحدقة بالمذهب الشيعي، ما هي الأشياء الظواهر التي قد يعبر عنها بظواهر الاجتماعية التي تشكل خطرا بأي مقدار، بغض النظر عن المقدار، ولكنها على كل حال تشكل خطرا، هسه خطرا على عقلية المجتمع، الاجتماعية، السلوكية، العقائدية، الفقهية وما شاكل. نقول عندنا مشاكل كثيرة، عندنا حال كل مجتمع فيه مشاكل يتعرض لها، خصوصا إذا علمنا بأن البعض من مشاكل مدرسة أهل البيت هي ليست مشاكل نتجت من داخل المذهب، إنما هناك جهات أخرى تتعرض لمدرسة أهل البيت وتحاول أن تروج لبعض الأشياء التي تعتقد أنها من الممكن أن تؤثر على بريق هذه المدرسة، على تأثير هذه المدرسة، على شمولية هذه المدرسة، على انتشار هذه المدرسة. ولأنها أي مدرسة أهل البيت مدرسة حظيت بأجيال متعددة، هذه الأجيال كلها مستعدة للتضحية من أجل انتشار وسؤدد وسمو هذه المدرسة، وقدم الآلاف من أبناء هذا المذهب كما يعلم الجميع على طول التاريخ الدماء والأرواح والأموال وما شاكل ذلك، ولم يكتب في تاريخ أي مذهب من مذاهب المسلمين حجما من التضحية كالحجم الذي سطره أبناء مدرسة أهل البيت. في كل الأجيال منذ زمن الدولة الأموية ثم العباسية ثم ما بعدها ثم ما بعدها وحتى هذه اللحظة لا زالت هذه المدرسة تقدم القرابين تلو القرابين، فلهذا الجميع من المخالفين يخشى الإنسان الشيعي هو شخص يخشى جانبه، يخشى بشكل طبيعي. أنت إذا لاحظت، يعني أنت المتابع عفوا، أنت إذا لاحظت وجود شيعة أهل البيت في كل قارات العالم ستجد أن الشيعي في كل مكان في العالم له تأثير،
لماذا له تأثير؟ لماذا الشيعي له تأثير؟ الجواب، ولو هذه قضية يعني جانبية ولكن عقلها لابد أن يبينها، الجواب لأن المذهب الشيعي توجد فيه مقومات ارتباط بين الأتباع وبين القيادة الدينية الروحية. هذه المفاصل التي تربط بين الأتباع وبين القيادة الروحية تدور طوال السنة، فيخرج من مناسبة ليدخل في مناسبة، تجده محتفلا في يوم ومغتما وحزينا في أيام، وهكذا باعتبار أن الحوادث المفرحة في مدرسة أهل البيت أقل من الحوادث المحزنة. فلذلك إذا تواجد إنسان شيعي في أي مكان فهو صاحب تأثير، له تأثير، وتأثير كما يقال اجتماعي ومحزن.